هاي، كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جايبة قراءة شهرية لشهر يونيو، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك وللشريك، وكذلك رح أتحدث عن الأحوال العامة. هذه القراءة ستكون لبرج الأسد، برج طالع شمسي قمري. كذلك في إمكانية أن تكون قراءة عكسية، خاصة إذا تكلمنا عن الجانب العاطفي. بداية بهذه القراءة يا برج الأسد، عم شوفك كأنه عم تبعت مسج للشريك لإصلاح أمور كانت عالقة بينكم، أو عم شوف في أشياء جديدة عم تتجدد. عم شوفكم كأنه إذا كان عندكم مثلا كنتم متخاصمين أنتو والشريك، فعم شوف أنه حاليا بالوضع الحالي في صلحة. وكذلك عم شوف على انه اذا ما كانت قبلا خصامات، فعم شوف الاوضاع حاليا فيها اخذ ورد وعطاء، والاجواء حلوه وفيها نوع من السعاده. اوكي، عم شوفه للشريك. هذا الانسان بتذكر فيه كل شيء حلو، يعني ما عنده شيء او خبث أو يكره فيك شيء، أوكي؟ دائما هذا الإنسان عم يتذكر فيك كل شيء حلو، عم يتذكر دائما، يعني دائما حاطط إنه أنت ناجح، إنسان عندك كتير أشياء حلوة، بحطك بمقام عالي، وعنده نية إنه يتمنى داخليا أن يكون زوجك، أوكي؟ هذا الإنسان مؤخرا أو بالأيام السابقة ممكن كنتوا على خصام، وعم شوف الأمور تصلحت أو تعدلت، لأنه عم شوف كون بتحبوا بعض، خاصة أنت عم شوف في the lovers عم تطلع عندي، عم شوف في حب كتير كبير، بس عم شوفك مشتت أو أنت لا تتكلم عن مشاعرك أو لا تبوح بمشاعرك. عم شوفك شوي عم تبين صورة يعني مختلفة جدا عن ما يجول ببالك أو ما تشعر به يا برج الأسد. دائما أشعر فيك كأنه أنت عم تخفي مشاعرك، ودائما عم تبين الوجه أو الشخصية الصعبة أو الصلبة أكثر. أوكي، عم شوفكم على أنه كنتوا بمشاعر قبلا، كنتوا عم تروحوا وترجعوا، او كان في اشي او في مشاكل صلحتوها بالوقت الحالي. كأنه كان هذا الانسان شايل بقلبه تجاهكم، وكانت في مشاكل وتصلحت هذه الامور. انا عم اشوف في صلحي وفي رجعت الامور الى نصابها. ممكن عم اشوف كذلك حتى انه في علاقة جسدية او انجذاب جسدي كتير عالي. ممكن للبعض فيكم في نوع من التملك اكتر بالعلاقة، او ممكن تكون في غيرة شديدة جدا بالعلاقة. عم شوف كذلك على انه انت بالوقت الحالي منهمك اكثر بالعمل، او يعني العمل اخذ كل وقتك. عم شوف انه العمل عم يبعدك عن الشريك، عم ياخذك من الشريك. اوكي، عم شوف الانسان الاخر ما بده يخسرك، يعني يا دوب انه تصالحته، انه كان في صلح بيناتكم. عم شوف على انه الاوضاع حاليا بتحاولوا تصلحوها وترتبوها. كذلك عم نشوف على انه الوضع الحالي جيد جدا. هذا الانسان ينوي ان يكمل حياته معك، وعنده تفاؤل كتير كبير فيك وبشخصيتك، بالرغم من انه انا عم شوفك لساتك شايل بقلبك تجاه هذا الانسان، بالرغم من انه في صلحة وفي رجعة وفي تصليح لامور سابقة كانت عالقة، وتصليح لامور كانت عالقة بالسابق. فعم شوفك انت شايل بقلبك تجاه هذا الانسان، لساتك شايل او موجوع، ممكن في كلام قيل ليس بجراحك يا برج الأسد، أو في أشياء حصلت ما خلتك أنت ما تستطيع تنسى، يعني عم شوفك لساتك موجوع جدا. أوكي، بس عم شوف في انجذاب كتير عالي بيناتكم، عم شوف في رغبة، وعم شوف كذلك حتى في حب كتير قوي، بالرغم من أنه أنت شوي هيك يعني عازل حالك، كأنه عم شوفك ما عم تعبر عن مشاعرك، عم شوفك شوي محتفظ بكرامتك لإلك، بس
الذي يجول ببالك وبقلبك يختلف تماما عما تظهره يا برج الأسد. بس الأوضاع حلوة، لو أنت اشتغلت شوي إنه تعبر عن مشاعرك كان الأوضاع يعني تكون أحسن. أوكي، عم شوف إنه الوضع الحالي والعلاقة راح تتحسن مع الوقت، ومع يعني مع مرور الوقت راح تتحسن، راح يكون فيها أخذ وعطاء أنت والشريك. ممكن أنت يعني تصير تنفك شوي من هذه الأشياء التي عالقة بقلبك. ممكن يحصل لك نوع من الهدوء، أوكي، لأنه عم شوفك لساتك موجوع. ممكن تتحسن الأمور، أوكي. إذا ما حسيت أنه لساته ما في صلحة يا برج الأسد، ممكن هذا الشهر يكون في صلحة، لأنه عم شوف الطاقة تتكلم عن إصلاح أمور كانت سابقة كانت عالقة بينيتكم. أوكي، بالنسبة للطاقات عم شوف برج الجوزاء، عم شوف كذلك برج الجدي، العذراء، عم شوف القوس. عم شوف الأبراج النارية بامتياز والترابية، حتى المائي فيه، بس يعني يغلب على هذه القراءة الأبراج النارية والترابية. عم شوف كذلك لأنه في يعني في شغف كتير، يعني في رغبة كتير قوي بينيتكم، ما عم تعرفوا تقاوموا أبدا هذه المشاعر التي تحملها تجاه الإنسان الآخر، حتى هو يعني يحمل مشاعر كتير كبيرة. عم شوف كون يعني يلزم إنه تنسوا الماضي، ما تعلقوا بالماضي وبشظايا الماضي، لأنه راح تترتب على هذه الأمور مشاكل بالمستقبل. أوكي، كل شيء ماضي انسوه، حاولوا إنه تصلحوا الجديد، حاليا تبدأوا حياة جديدة، تحاولوا إنه تنظروا للحياة بنظرة أخرى وتنسوا كل الماضي والأشياء العالقة. عم شوفوا على إنه هذا هو الإنسان السولميت تبعك، الإنسان اللي هو توأم شعلة أو توأم روح، الإنسان المطابق لإلك، الإنسان اللي هو يكملك بالحياة. أوكي، فحاولوا انه ما تعتلوا هم او ما تلزقوا بالاشياء السابقة اللي هي سببت لكم الام، حاولوا تتجاوزوها وتطلعوا على المستقبل. اوكي، بالنسبة للعزيب عم شوف على انه الوقت الحالي انه في جفاف كلي، ما في علاقات، ما في شيء. عم شوفكم عم تفكروا كتير بمستقبلكم، عم شوفكم بتفكروا بحياتكم، بكتير أشياء عم تفكروا فيها، بس عم تقاوموا هذا الجفاف العاطفي، أو تقاوموا عم تقاوموا هذا الشيء. عم شوفكم يعني عندكم رغبة شديدة إنه تدخلوا بعلاقة وإنه تكونوا بعلاقة حب، بس ممكن الأوضاع الحالية ما عم تحكي على انه في شخص جديد بحياتكم. اوكي، لان الطاقة الفلكية عامة بهذا الشهر عم شوفها عبارة عن نهايات وليست بدايات، نهايات لكل الاشياء الماضية والسابقة. البدايات ستبدأ تقريبا، انا عم شوفها بشهر جويلية اللي هي شهر يوليوز، عم شوف انه في بديهات راح تبدأ، بس بيونيو راح تكون اكثر نهايات، راح تكون ما راح يكون اشياء جديده راح تتعرف عليها. حتى اذا كانت في اشياء جديده راح تكون بس اشياء لحظيه، مش اشياء دائمه جدا. اوكي، بالنسبه عم شوف للحياه العاطفيه لك يا برج الاسد، ممكن انت عم شوفك عم تشتغل على شيء ابداعي، على شيء يخص شيء يعني شيء مثلا بالتكنولوجيا. عم شوفك كذلك عم توازن بين كتير أمور بالحياة، عم شوف عندك مشاكل بالعائلة، عندك مشاكل بالمال كذلك، عم شوفك تسعى إلى تحقيق ربح مادي كبير، عم شوف على إنه عندك أهداف كتير عالية، ممكن عندك تطلعات إنه تبرم صفقة مع شركة مثلا، أو ممكن تبدأ مشروع جديد، أو عندك شراكة مع شخص آخر. أوكي، عم شوف في شراكة مع إنسان آخر، عم شوف أو
اوقات عم يعني بيشاحرجون، عندك ارق بالنوم، عندك كذلك تفكير بكل شيء يتعلق بالمستقبل واحلامك وهل سانجح ام لا، عندك تخوفات من المستقبل، بس عندك اراده وعندك طموح كثير كبير يا برج الاسد. ممكن طاقتك انت واصحاب المجموعه الاولى برج الميزان، او حاليا انتو عم تبحثوا عن التوازن بالحياه، عم شوف في بدء بداية جديدة بالحياة، كأنه شخص ابتعد عنكم وانتو بدكم تبدأوا بداية جديدة. اوكي، بتبحثوا عن التوازن، شخص وخاصة هالانسان اللي ابتعد عنكم شخص بتحبوه، كانت في علاقة حب جميلة بيناتكم، بس عم شوف الامور باءت بالفشل او العلاقة ما كانت جيدة بيناتكم. اوكي، انا عم شوفك عم تبحث عن توازن، عم تبحث عن استقرار اكثر بالحياة. اما الشريك حاليا عم شوفه في علاقة، يعني اذا هي وردة يعني هي بتعني كتير اشياء هالورقي لمجموعة من الناس. الحبيب مش قادر يبعد عنكم، مش قادر يبتعد عن العلاقة، او في حب قوي بينك وبينه، في نوع من التعلق بالعلاقة، بس للبعض عم شوف انه هالانسان في خيانة، وخاصة عم شوف في خيانة جسدية مع اشخاص اخر، يعني مع ناس تانيين. اوكي، بس وارد وكما يظهر لي انه هو متعلق كتير بعلاقتكم، يعني انتو ايه متعلقين ببعض بشدة، مش قادرين تنسوا بعض. اوكي، عم شوف في تعلق شديد وفي غيرة وفي حب وفي نوع من التملك بالعلاقة اكثر. اوكي، شابكين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض، وخاصة هو لما بيبعد عنك بحس بألم، مش قادر يبعد. اوكي، انتو مع بعض تتألموا لما بتكونوا مع بعض، وحتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا، التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض في تعب. اوكي، يعني علاقة كتير صعبة. اوكي، عم شوف كذلك انت خاصة صاحب القراءة عم شوفه من بعد هالفراق اللي عم شوفه بالتاروت، انتو عم بتحاولوا تكون سعيدين، لانه عم يطلع انه انتم تحدثون توازن بالحياة، هيدا اللي بيطلع لي. كذلك انت يا صاحب القراءة عم شوفك حاليا عم تبحث عن اشياء تسعدك بالحياة، لانه العلاقة كانت جارحة جدا وكان فيها خصام وكان فيها زعل كتير قوي، وصرتوا عم تبحثوا عن حل لعلاقتكم اكثر. اوكي، لهيك انا عم شوفك عم تلجأ لموضوع اللي عم تنسي كل هالاشياء السلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة. كذلك حاليا عم شوفه بحاول يعني ينسى الموضوع، حاليا عم شوف هالشخص بعزلة وعم يتمنى كتير اشياء بالحياة انه تتحقق، يتمنى انه تكون العلاقة جيدة معك، بس يعني ممكن حاليا انتم مبتعدين. اذا ما كان في ابتعاد جسدي عم شوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقة، في نوع من لانه عم شوف العلاقة تأخذ منحة التعلق اكثر. الشيء السلبي اللي عم تشوفه انت فيه، ممكن هالانسان عم يهتم للعائلة اكثر ما يهتم فيك، هذا للناس المتزوجين، وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة. اوكي، عم شوفوا اهتماماته اكثر تنصب للعائلة، وممكن حدا بالعائلة توفى له، في اشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها هالانسان، وعم شوفوا هذا الاشياء الايجابية، عم شوفوا شخص باور، يعني فيه نوع من
ممكن يكون برج أسد وفيه هيك طاقة نارية أكثر، لأنه عم يطلع هالإنسان ممكن يكون برج الجدي وممكن يكون برج الأسد، وحتى القوس عم يطلع هون بالقراءة. عم يطلع الإنسان هيك شخصية نارية، شخصية مقدامة، شخصية هيك جميلة، عنده نوع من ال عنده انرجي او عنده طاقة كتير هائلة، بيعمل كتير اشياء، وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة. اما هو عم يشوف انه عم يشوف على انه انت عندك مشكل ب ويعني عندك مشكل بعدم التوازن بالعلاقة، يعني انت ما بتعرف توازن العلاقة، انت شخص وهذا بيبين لي هيك، انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة، ممكن انتوا بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض، بصير هو يسأل عنك كل لحظة، يسأل عنك بأي وقت، ممكن انت عم تراقبيه بشدة، وهالأشياء أنا عم شوف ما في توازن بالعلاقة، في نوع من من التعلق الشديد بالعلاقة، هيدا عم يظهر لي هون. أما الأشياء الإيجابية عم نشوفك شخص روحاني، شخص متدين، شخص عنده عمق داخلي جميل، أوكي؟ بحب فيك هالشخصية، وبحب إنه عميق جدا، عندك نوع ممكن شخصية إنسانية، عم تحبي الخير للناس وهيك جميلة، يعني هذا ينطبق على الرجل والمرأة، أوكي؟ كمان عم شوف أنا وخاصة نواياك أنت، عم شوف النية، بالرغم أنه في زعل بيناتكم، في خصامات، وفي نوع من أنتم مش قادرين تبعدوا عن بعض، في نوع من بدك أنت، خاصة أنت بدك ترجعوا لبعض، تكونوا مع بعض، تكملوا الطريق، أكيد تضلوا مع بعض. أما هو حاليا عم شوف في حب وفي كل شيء، بس هو حاليا مبتعد، حاليا ما عم ينوي شيء، عم يفكر واخد وقت لحاله، ما عم يقدر، يعني ما رح يعمل خطوة للأمام، أوكي؟ عم يفكر بنسبة كبيرة، بفكر يعني هالإنسان بحبك، بس ما عم شوف في خطوة للأمام. إذا أنت ناوية إنه تكون خطوة زواج، خطوة يتقدم لك، يعمل شيء لإلك، ما عم شوف أبدا بهالوقت، لا. بس أنا عم شوف إنه هالإنسان نيته جميلة، بحبك، بس هو مبتعد بهذا الوقت، حتى لو كان لساتكم بالعلاقة، هالإنسان بهالمرحلة واخد بوز، واخد وقت لنفسه، بده يشوف أولوياته، أو بده ياخد وقت يقرر، أو ياخد قرار حاسم، أوكي؟ يعني العلاقة هل فيها زواج أو لا، حاليا ما عم شوف، لسات رح تضلوا بهالمود تبع التعلق وتضلوا مع بعض وتكونوا هيك، يعني إذا بعدتوا عن بعض ما بتقدروا، وإذا ضليتوا مع بعض ما بتقدروا. بقول لك clear your space، يعني نظف محيطك، أو نظف الهالة تبعك، يعني بقول لك هالإنرجي تبعك أو طاقتك أنت اللي تحيطك، يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها انت، لازم تنقيه، لانه في نوع من المراقبة والشك والغيرة والتملك، هيدا كل شيء بيضر، يعني هالطريقة بتضر العلاقة اكثر ما بتنجحها، اوكي؟ انا عم لاحظ
في نوع من الخلط بين الحب وبين التعلق والشك. يعني عم شوف كتير ناس إذا بحبوا بصيروا يتملكوك، لا من الرجل لا من المرأة، وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب، هيدي طاقة سلبية. أوكي؟ يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه. أوكي؟ مثلا أنا بحب أمي، بس يعني ليس من المفروض أن تصير لإلي، تصير ملكي، يعني أملكها، أو مثلا إذا بدها تتزوج أملكها ما خليها. هذا نوع من الطاقة السلبية. أوكي؟ لازم تشيلوا فكرة إنه تملك الشخص، هيدي طاقة سلبية، لأنه ما عندنا الحق نملك أي حدا أو أي حيوان أو أي شخص. أوكي؟ لازم تعطيه حرية، لازم تعطيه طاقة أو سبيس لإله. أوكي؟ كمان هون بيقول لك، عم شوف كمان هون في نوع من ال تعلق. وكمان هون بيقول لك لازم تشافي حالك أو تشافي هالطاقة السلبية اللي أنت عايش فيها. هاي كل الورق بيحكي على أنه أنت والشريك، لا أحكي عنك فقط، أنت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة، لأنه في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة. أوكي؟ أوكي، عم شوفك كذلك في سفرة، ممكن يكون في سفرة بشهر جون لبرج الأسد. عم شوف انه في لمة عائلية، ممكن اذا انت مبتعد عن العائلة او ممكن بمكان بعيد عن العائلة ممكن تزور العائلة، ممكن يفتحوا الحدود او يفتحوا هذا الحظر الحالي وتروح لعائلتك تلتقي فيها. عم شوف في لمة، في فرحة، في سعادة. عم شوف كذلك على انه بهذا الشهر ممكن يكون في 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 نوع من مثلا تشتغل او تصلح شيء بالبيت. اوكي؟ عم شوف في اشغال بالمنزل، ممكن تصلح اشياء بالبيت، تكون يعني تنتزع. عم شوف كذلك حتى في بداية رزق، يعني ما رح يكون رزق جيد أو مردود مادي كبير، بس ممكن رح تكون كأنه فتحي لهذا الباب الرزق اللي أنت عم تشتغل عليه. أوكي؟ حاول أنه يا برج الأسد أنه ما يكون عندك تشويش فكري أو ما تطلع على الأشياء السلبية، ما تكون إنسان سلبي، حاول أنه تكون أوبتيمستيك أو إيجابي أكثر، تكون متفائل اكثر. حاول انه يعني تعطيه شوي اهتمام للنوم، لانه عم شوفك ما عم تنام بالوقت الحالي جيدا. عم شوفك كذلك عندك مشاكل تتعلق بالظهر يا برج الاسد، حاول انه تنتبه على صحتك. عم شوف ممكن يكون عندك مشاكل بما يتعلق بالسفر، حاول انه تاخذ حذرك، ما تسوق بسرعة إذا مثلا أنت كنت سايق بالسيارة. عم شوف يعني تقريبا هيدي الطاقة اللي عم تطلع عندي برج الأسد. هذا كل شي كان لإلك، بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لك.